السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي خلينا نكتب حاجة كده، نص سريع أقول له string. string يعني حاجة نصية كتابة، وأقول له هنا مثلا hello world. أوكي طيب. طيب عايز أقول له change case. يعني change case يعني أنا عايز أغير السمول لكابيتال. تحيات اقول له خد التكست دوت، وهنا عايز اقول له بولين يعني يا يا لا. واقول له ترو، فهو اوتوماتيك بقى هلو وورلد بالشكل دوت. ممكن اقول له انا عايز اعدل، يعني عايز في كلمة هنا مثلا عايز ان انا اغيرها، فاقول له ريبليس. اهيت اديله سترينج واقول له ديت دور لي على المسافة، ويخليها لي شرط. يبقى هو هيعمل سيرش على الكلمة دي ويبدلها بالشرطة دي. تمام، عمل هو بشكل ده. طيب خلينا اجي هنا واقول له كاونت، اللي هي ديت. واقول له خد التكست دوت ويدور لي على بشيء مش هيلاقيها. تمام صفر. ليه؟ لان احنا لسه ما غيرناهاش. لو خدتها كده قلت له دور لي على المسافه، هيلاقي مسافتين. ليه مسافتين؟ عشان في انا سايب مسافه هنا بين دي ودي. تمام. طيب خليني اقول له بعد الريبليس، كده خد الهلور للديت. تمام، فدي ما فيهاش مسافات، فيها ايه؟ فيها دي. تمام، هيدور على الخط الشرطة ديت، لقاهم اتنين. طيب انا عايز اقسم بقى، فهقول له string split فيقول لي هتقسم ايه. يعني انا قلت له خد دي قسمها لي، لا ده دي من رقم مش هيقدر يقسم، هو عايز ياخد تكست. فهقول له خد التكست دوت وقسمولي بناء على المسافات. تمام. ده اتغير فيه الشرطة دي، فخلينا ناخد الشرطة من هنا ونقول له قسمولي بناء على الشرطة، فيعمل لي الليستة اللول لوحديها وورلد لوحديها.